يسعد اوقاتكم مشاهدي الاخباريه السوريه، نحن اليوم متواجدين باليوم الاخير والختامي لمعرض دمشق الدولي بدورته ال 59، اكيد انشطه عديده شهدناها خلال العشر ايام الماضيه، غطتها كاميرا الاخباريه السوريه وكاميرا صباح نغير برسائل فنيه متعدده، انشطه ثقافيه فنيه واقتصاديه، نحن هلا متواجدين بالجناح السوري لنتعرف على الاقسام المشاركه كمان، ورح نبدا من قسم الطاقات المتجدده لنتعرف مع السيد وائل المقدسي على هالقسم. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم يا لحظة. احكي لنا هيك عن الطاقات المتجدده والقسم المشاركين فيه. نحن شركه توفير طاقات حلول الطاقات المتجدده، نحن انشانا اول معمل للسخانات الشمسيه بالطاقه الانابيب المفرغه من 2007، طبعا هو اول واكبر مصنع بالشرق الاوسط بهالمجال. بنصنع السخانات الشمسيه المنزليه والصناعيه والمجمعات السكنيه. وطبعا عندنا شبكه توزيع بتغطي كل انحاء القطر، شبكه توزيع وتركيب وصيانه. واستكمالا لعملنا بالسخانات الشمسيه كمان ادخلنا موضوع التوليد لمنظومه توليد الكهرباء بالطاقه الشمسيه، بنولد الكهرباء من الطاقه الشمسيه من المنازل للمشافي للمعامل كافة المنشات الاقتصاد الصناعيه والتجاريه. كيف عم تشوف اقبال الناس على هي الفكره وخاصه الطاقات المتجدده، بما انه طبعا يعني انه شوي هيك بيوفروا كهرباء؟ طبعا هو الموضوع كثير مهم، الطاقه المتجدده بهالايام يعني خاصه بظل ازمه توفر الوقود الاحفوري، يعني فنحن بحاجه لموضوع، بس بنصطدم بموضوع انه السعر شوي عم يكون في عائق بالقدره الشرائيه للمواطن وقدرته على الحصول على السخان الشمسي او منظومات توليد الكهرباء. بس نحن ماشيين والحمد لله ماشي الحال، يعني في اقبال من العالم لاقتناء السخان الشمسي لانه في جدوى اقتصادي وفي وفر يعني على المواطن وعلى الدوله كمان نفس الوقت. اكيد لك موفقين، وان شاء الله هيك دائما الطاقات المتجدده ان شاء الله بنشوفها ببيت كل سوري. شكرا لوجودك معنا. اكيد مشاهدينا متابعينا بتجول بالجناح السوري، وراح نشوف كمان شركه ل صناعه السيراميك. مرحبا، يا اهلا وسهلا، يوسف الوسي معمل بلقيس لصناعه السيراميك. اهلا فيك. اول شيء تحكي لنا عن المشاركه. هاي المشاركه كانت ممتازه. اول موضوع مشان موضوع احنا الزباين او الزبون الوطني اول شيء يشوف شو عنده منتج وطني، تمام، والاهم من هالكلام كمان الزبون الخارجي دول المجوار كمان يشوفوا شو في معامل بسوريا شغاله وفي انتاج. طبعا بدي الفت نظرك نحن معمل بلقيس لصناعه السيراميك انتاج حرق ثنائي، وجايبين مكنه ديجيتال حديثه بحيث نرضي ان شاء الله جميع الاسواق. كيف عم تشوف اقبال الناس على السيراميك السوري، الصناعه السوريه؟ هلا اول شيء اقبال العالم على المعرض الغير متوقع يعني، تمام، والاهم من هالكلام يعني نحن فينا اليوم نفرجي زبون انه في معمل وطني شغال، في صناعه وطنيه شغال، هي كثير ممتاز كان، وفي اقبال منيح على المنتج الحمد لله. يعطيكم العافيه، موفقين كمان، شكرا لوجودكم معنا. متابعينا مشاهدينا بالتجول بالقسم السوري، واكيد عم نشوف في كثير من الشركات السوريه الصناعه السوريه المحليه اللي مشاركه فيها، ومعنا كمان شركه جود اللي هي كمان عامله كثير من العروضات المميزه للمواطن السوري. مرحبا، يعطيكم العافيه. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالاخباريه السوريه. عرفنا عن انا المهندس سومر حبيب من شركه المتوسط للحديد. سهلا فيك. يعني كنا عم نحكي عن الصناعة السورية، اليوم نحن مقبلين على مرحلة هامة جدا طبعا تاريخ سوريا الحديث هو الإعمار. خبرنا اليوم صناعة الحديد بسوريا. حضرتك نحن بناخد الخردة والسكراب، هي مادة أولية، وبنعمل منها حديد بلت، سبيكة معدنية يعني تضاهي الانتاج العالمي. مثل ما حضرتك شايفه في عنا هون برودكشن داتا موجوده معنا، هي منتج يضاهي الانتاج الاوروبي. وطبعا هي الماده جدا مهمه باعاده اعمار البلد، لانه حديد هاي السبيكه قادره تعملي منها اي 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 زوايا، اي قضبان، اي بيم، اي شيء بفيد الماده او بناء او الاعمار. هي الماده الاساسيه باعاده اعمار الوطن.
عم نشوف كتير عروض مميزة عندكم، يعني مو بس صناعة الحديد، تحكي لنا عنها وعن إقبال المواطن السوري على العروض. هلأ شركة جود من الشركات القديمة جدا 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 بالبلد، وشركة رائدة دائما بالمعارض، ومثل ما حضرتك شايفة في عنا هون أدوات منزلية، وفي عنا كمان ستاند. طبعا هو نحن المنطقة كتير صغيرة، إذا بدنا نعرض المنتجات تبع شركتنا بدنا جناح كامل، فمضيقين نحن على القد يعني. حاطين منتجات كلها برادات جديدة وأفران غاز من مختلف القياسات ومختلف الأحجام، وفي عنا هون كمان قسم مواد الغذائية، وهذا القسم كمان كتير مهم بتعرفي كمان باقتصاد الوطن، يعني أي شغلة. ونحن موجودين هون يدا بيد مع الحكومة اللي هي القيادة الحكيمة اللي لولاها نحن ما كنا هلأ بهي المنطقة بالذات بهذا الوقت. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله المعرض الجاي تكونوا بألف خير. شكرا لوجودكم معنا، موفقين كمان. شكرا لك، شكرا لك بعد الهواء، شكرا لكم، موفقين. اكيد مشاهدينا كنا معكم اليوم بالجناح السوري، واطلعنا وركزنا على الصناعه المحليه السوريه اللي لها الحصه المميزه بمعرض دمشق الدولي لدورته 59. اليوم الختامي كان ختامه مسك من الجناح السوري، بنتمنى انه دائما تكونوا بألف خير.